شيب جيبنز كاتب وصحفي أمريكي. حتى الآن هاجم بايدن مرتين ما أسماها ميليشيات مدعومة من إيران. في كلتا الحالتين ادعى الرئيس أننا كنا ندافع عن أفراد الجيش الأمريكي في العراق، وذكر ميثاق الأمم المتحدة والفصل الثاني من الدستور، وأهمل الإشارة إلى تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس في عام 2002. أشك في أن هذا الأمر سيحضر الأرضية لاستمرار هذه الغارات إذا تم إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس. مارك دوبويتس المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: الإرهابيون المدعومون من إيران يهددون القوات الأمريكية، وبصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة فإن على الرئيس بايدن التزاماً دستورياً بحماية الأمريكيين، وعلى الرئيس أن يقدم شرحاً للكونغرس عندما يستخدم القوة، وخاصة عندما تصعد إيران رداً على موقف أمريكي ضعيف. كارولين روز كبيرة المحللين في نيو لاينز إنستيتيوت في واشنطن: إنه القرار الصائب، خاصة في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن إحداث توازن بين الجهود المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة والضغط على إيران واستراتيجيتها القائمة على دعم وكلائها في العراق وسوريا، وتحديداً في ظل ما شاهدناه مؤخراً من زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة من قبل الميليشيات التابعة لها. سيث جونز نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: في حين أن الضربات الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا قد تكون ضرورية، نتساءل ما هي الاستراتيجية الأمريكية للحد من نفوذ فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان؟ أنا لا أرى استراتيجية حتى الآن، خلاف ذلك هذه التحركات ما هي إلا قص عشب. جورجيو كافييرو رئيس تنفيذي لمؤسسة دراسات دول الخليج في واشنطن: يريد بايدن الفصل بين القضايا النووية وغير النووية عبر مواصلة محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة أثناء قصف الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. أخشى أن يؤدي هذا التصعيد في العراق وسوريا إلى جعل المحادثات النووية أكثر صعوبة، وهو بالضبط ما يريده الصقور في واشنطن والمتشددون في طهران.